تالت اللي معانا النهارده مشاهدينا الكرام، وهو موضوع وزير الصحه وتحت قبه البرلمان. ايه اللي قال وزير الصحه عن موضوع اسعار الادويه؟ ايه اللي قاله عن موضوع هيئه خاصه بالدواء؟ ايه اللي قاله عن موضوع تحسين المنظومه الصحيه؟ وايه اللي خلى الموضوع برضه يوصل لانه هو بيقول ايه؟ انا هانشئ هيئه الدواء حتى لو اتمسح بيا البلاط. هل ده فعلا اتقال تحت قبه البرلمان من قبل وزير الصحه؟ هل هو فعلا في اطار ان هو بيتكلم عن تحسين المنظومه الصحيه؟ قال اطبخ يا جاري يا كلف يا سيدي. طب يعني احنا في الاخر هنروح لمين؟ اما يبقى المسؤول بيكلمنا في ان والله هو ده اللي حيلتي وانا ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من كده، يبقى احنا بقى نعمل ايه بعد كده؟ نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور احمد العرجاوي وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب. مساء الخير يا دكتور. الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ من ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي حصل بقى، يعني ايه اللي اتقال من قبل وزير الصحه فيما يتعلق بالدواء، فيما يتعلق بالمنظومه الصحيه بشكل عام، وبعد كده بقى بنتكلم على ردود الافعال الخاصه بيكم. خلينا نقول لحضرتك ان كون المسؤول في بعد ثورتين متتاليتين ان يقف قدام لجنه الصحه النهارده ويعلن بشفافيه كامله ان هناك خطا ما حدث قرار اتخذ، القرار الذي اتخذ من قبل السيد وزير الصحه بعد عرضه على السيد رئيس الوزراء بشان ارتفاع اسعار الادويه في الادويه الاقل من 30 جنيه ده مؤشر ان يبقى فيه تصحيح للاوضاع. مجرد ان انا كمسؤول اعترف ان هناك خطا يبقى انا عندي خطوه اولى في طريق الاصلاح، وده شيء يحمد وشيء جيد. يعني انا بنعتبرها وكلنا كل اعضاء اللجنه النهارده بعد السيد دكتور وزير الصحه ما قعد واعلن كل التفاصيل النهارده في حاجات كثيره جدا، يمكن وبدا يتم تعديل الاسعار، يعني ده المهم كمان يا فندم. هو انت تحاربي مافيا تجاره الادويه، انت تحاربي كدوله او كحكومه او كمجتمع مدني من مافيا يعني تستغل اقتصاد البلد لصالح حساباتها الشخصيه. اللي حينما اتخذ قرار زياده الادويه، هذا القرار في حد ذاته قرار جيد في مجمله. يعني انا عايز وعلى حسب ما عرفنا كمان ان من ضمن اللي هو كان بيقوله ان القرار ده اتخذ لان كان في مصانع بتقفل. اكيد سعادتك مش كانت بتقفل، ده بالفعل قفلت. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا منتج مضاد حيوي في مصر مستورد من قطاع خاص ثمنه 85 جنيه. البديل الاساسي بتاعه ده، هو ده البديل، يعني ده المضاد الحيوي ده البديل الاساسي بتاعه ثمنه 13 جنيه. معنى ان انا لما اغلي ال 13 جنيه 6 جنيه ويبقى ثمنه 90 جنيه 19 جنيه، يبقى انا حميت الصناعه المصريه ووفرت للمواطن المصري باقي عائد المبلغ ده حضرتك. طيب يعني هو القرار كان اصلا ما هي في النقطه دي تحديدا من الاشياء الجيده ان تم توضيح المفروض حتى الزياده تبقى شكلها عامله ازاي، لان كان كل واحد زود على مزاجه تقريبا. يعني هم استغلوها لصالحهم يا فندم، فيه اللي زود على الشريط، فيه اللي زود على الانبوله، فيه اللي زود على كيس الفوار الواحد. لكن حينما اتخذ القرار او تم اصلاحه او تم اعاده صياغته، كان الحد الاقصى للزياده لا يتعدى 6 جنيه للعلبه، والحد الادنى 2 جنيه للعلبه. للعلبه مش للشريط زي ما البعض عمل. للعلبه وليس للشريط وليس للانبوله وليس للفوار. يعني ده في حد ذاته يعني انجاز كبير، معنى ان انا هوفر الكلام ده بلغه الارقام، يبقى انا هوفر المواد الخام اللي عندي، يبقى انا هشغل مصانعي، يبقى انا هرجع العماله بتاعتي اللي كانت طلعت في الشارع. وما ادراك ما البطاله، حينما تزداد البطاله في الشارع المصري نحن نحارب من جميع الجهات، ويستغلها اصحاب المصالح الشخصيه من هيئات ارهابيه او منظمات ارهابيه. هذا عامل من ضمن العوامل المساعده على انتشار الفساد في البلد، او على يعني آلية من الآليات ده فيما يتعلق بسعر الدواء. لكن خلينا بقى دلوقتي يا دكتور احمد نتكلم على موضوع هيئة الدواء. يعني الوزير كمان اتكلم على موضوع هيئة الدواء، وكان من الواضح جدا انه وقت ما يتم انشاء الهيئة دي هيتم مهاجمته هو نفسه. بص حضرتك اللي حصل النهارده حينما اتخذ هذا القرار، لو كان عندنا او كنا نمتلك هيئة للدواء او هيئة للدواء المصري، هيئة الدواء المصري، لما كنا وصلنا الى هذا الحد من الاستثار والمتاجره بحقوق الاخرين. هيئه الدواء المصريه مسؤولين عن جوده الدواء، مسؤولين عن التصنيع الجيد للدواء، مسؤولين عن مراقبه اسعار الدواء، مسؤولين عن المراقبه العامه للدواء نفسه، للمنتج نفسه. لان انت النهارده خليني اقول لحضرتك ان شركات الادويه النهارده عشان تهرب من التسجيل للمنتج الدوائي
بتكتبه كمكمل غذائي عشان يهرب من التسجيل للدواء، وده ده موضوع كبير جدا. النهارده لما يبقى فيه هيئه للدواء المصري، احنا مش اقل من الاردن يا فندم. يعني هيئه الدواء المفروض ان هي الدور اللي هتقوم بيه هيكون ايه تحديدا يا فندم؟ المنوط بيها حضرتك جوده الدواء نفسه، التسعير بتاع الدواء نفسه، أيوة. متابعه السوق ومتابعه الصيدليات في احكام الرقابه على الشركات الموزعه او على الشركات المنتجه والشركات الموزعه. طيب ده 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 في منتهى وده المفروض ان حتى اللي عايز يلعب ما يقدرش يقول ان انا معترض على ان ده يكون موجود. لا يمكن، لا يمكن، ما مش هينفع، مش هينفع. طيب لا يمكن هيقدر يلعب. حاجه ثالثه عايزين نتكلم عنها، موضوع تحسين المنظومه الصحيه. ما هو انا سعادتك داخل على حاجه مهمه جدا، انا يا لجنه الصحه داخل على حاجه مهمه جدا، على قرار سيادي، قرار سياسي في مصر، الا وهو مظله التامين الصحي الشامل. انا لما اعمل تامين صحي شامل لو ما عنديش، لو ما حسنتش المنظومه الصحيه، يبقى انا هخلق فرصه للقطاع الخاص ان هو يعلو على القطاع العام، ويبقى انا اتحط القطاع الكامل وعطيت فرصه للقطاع الخاص ان هو اللي يؤدي الخدمه. تمام. طب دكتور احمد دلوقتي ما سياده وزير الصحه يقول اطبخ يا جاري يكلف يا سيدي، معناها مش هنعرف نعمل حاجه بالمنظر ده ولا ايه؟ انت حضرتك بتكلميني دلوقتي واحنا قاعدين في لجنه الخطه اللي بيها ان احنا هنطالب بحقنا بالموازنه بتاعتنا احنا يا لجنه الصحه او يا وزاره الصحه في مصر كما اقرها الدستور 3% من الموازنه العامه للدوله. 3% من الناتج المحلي. فاحنا النهارده كل اللي وصل اللي وزاره الصحه وصل لها 47 مليار جنيه فقط للموازنه السنه دي، وده مخالف للدستور، لان الدستور لو 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 حسبنا 3% هيوصلوا حوالي 91 مليار جنيه. نعم. بالفعل احنا قاعدين دلوقتي حضرتك بنناقش، احنا زي احنا بنطالب ان احنا نرفع الموازنه بتاعتنا، وبناء عليه شوف حضرتك مثال بسيط جدا زي علاج فيروس سي، اصبحت مصر النهارده رائده على مستوى العالم كله. طبعا. ليه؟ طبعا. لما نزل حضرتك سعر العلاج في السوق من 1200 لحوالي 500 و او 480 جنيه، اللي توفر ده حضرتك زود عدد المرضى المستفيدين من العلاج. طيب وهو ده اللي احنا بندور عليه. يعني المفروض ان بعد كده يتم توفير الميزانيه المحدده لتحسين المنظومه الصحيه، وانتوا كمجلس نواب المفروض كمان انكم تعملوا على هذا الامر. نحن الان بالفعل حاليا دلوقتي اللجنه شغاله، انا طلعت ارد على حضرتك بره اللجنه بس. واحنا بنتفاوض وبنتناقش عشان يبقى فيه موائمه او فيه موازنه بين ان انا احصل على الحق الدستوري وبين ان انا اوازن برضه خطه الدوله وخطه الحكومه اللي مطروحه موجوده قدامنا. لكن كل واحد لابد ان هو يطالب بحقه ويحصل على حقه الدستوري. نعم. ودي وظيفتي كعضو مجلس النواب ان شاء الله. دكتور احمد العرجاوي وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب، شكرا جزيلا ليك. هنقول خبر